حاسما كعادته في الأوقات الصعبة. طبيعي أن تتجه الأنظار عقب الكلاسيكو إلى لويس سواريز، فهو من هز الشباك ومضى بالبارسا إلى النهائي. طبيعي أيضا أن تسلط الأضواء على ميسي كونه كان الحاضر الغائب وكأنه في حصة تدريب، لكن منطقيا ما كان لبرشلونة أن يخرج فائزا ومتأهلا بل حيا من برنابيو لولا هذا الأخطبوط. تير شتيغن بفضله بدا لمن لم يتابع المباراة أن أصدقائه سيطروا طولا وعرضا على المشهد، لكن الحقيقة عكس ذلك. الألماني أنقذ برشلونة من التأخر في النتيجة في شوط أول للنسيان، وعاد خلال الثاني ليمنع ريال مدريد من رد الفعل برد فعل من قاموسه. تصديان في ميزان الأهمية يعادلان هدفي سواريز. أن يكون تير شتيغن حاسما لم يعد خبرا بل عادة. المتتبع لمسار برشلونة هذا الموسم يعلم جيدا أن الألماني منح فريقه من النقاط في الليغا بقدر ما سجل ميسي من أهداف. تصدياته وإن لم تؤمن في بعض الأحيان انتصارات أنقذت فالفيردي من هزائم بدت محققة. في فريق مثل برشلونة يكون حارس المرمى في مرمى النيران، وفي هذا الموسم بالذات لم يعد الدفاع الكتالوني متماسكا كما كان، لكن تير شتيغن عوض ذلك ببناء سور يصعب اختراقه، كان ذلك جوا أم أرضا. تير شتيغن قليل الكلام كثير العطاء، ليس فقط بتصدياته بل أيضا بإسهامه في بناء اللعب، فقدماه لا تقلان إبداعا عن يديه، وفي سلم نجوم البارسا يستحق مكانة بين الأوائل.